السلام عليكم معكم. اليوم سنتحدث عن خواص ومفاهيم أساسية. الأرقام تضم المجموعة 0, 1, 2, 3 إلى 9. الأعداد أعداد الأرقام العد. أرقام العد رمز هذه المجموعة هي N موجب وتضم 1, 2, 3, 4 إلى ما لا نهاية. الأعداد الطبيعية رمز هذه المجموعة هي N حرف كبير وهي تضم 0, 1, 2, 3, 4 إلى ما لا نهاية. الأعداد الصحيحة رمز هذه المجموعة Z وهي تضم الأرقام السالبة ناقص 1, ناقص 2, ناقص 3, الصفر والأرقام الموجبة 1, 2, 3. الأرقام الصحيحة السالبة رمزها Z سالب وهي تحتوي على الناقص 1, ناقص 2 فقط الأرقام السالبة. وبالمقابل مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة رمزها Z زائد تضم فقط الأرقام الموجبة 1, 2, 3 إلى ما لا نهاية بالجهة الموجبة. الأعداد النسبية رمزها Q هي عبارة عن نسبة عدد إلى عدد آخر، طبعا عدد صحيح أو ب هي أعداد صحيحة وب لا يساوي صفر، أي أن المقام دائما لا يساوي الصفر. الأعداد غير النسبية هي أعداد لا يمكن كتابتها بشكل كسر A على B، مثل الجذور جذر 2 جذر 3 الإي العدد النيباري. الأعداد الحقيقية هي تضم الأعداد السالبة والصفر والأعداد الموجبة وأيضا الأعداد النسبية وغير النسبية. رمز هذه المجموعة هي R حرف كبير ويمكن أن نكتبها